organisation nationale et régionale et sectorielle assument leur fonction de catalyseur de l'investissement et de l'entrepreneuriat fin du discours de Sa Majesté le Roi. Mesdames et messieurs, grâce à la vision clairvoyante de Sa Majesté et forte de son positionnement sur le détroit de Gibraltar, à la croisée des continents, des marchés et des routes mondiales, la région Tangente Tuanacrucima a réussi le pari d'une transformation économique profonde qui ne cesse d'impulser sa croissance et son développement par rapport à l'exercice 2021. Et ce pour un montant global d'investissement approuvé, projeté de plus de 53 milliards de dirhams et un nombre d'emplois stable. ينظم المركز الجهوي للاستثمار مع جميع شركائه اليوم لقاء عمل دوين بزنس في مدينة الدار البيضاء، وذلك من أجل التعريف بمؤهلات جهة طنجة تطوان الحسيمة في مجال الاستثمار وكذلك لصالح المستثمرين الوطنيين. لقاء اليوم الذي يحضره جميع الفاعلين الاقتصاديين لجهة طنجة تطوان الحسيمة هو مناسبة لاستقطاب فرص عمل جديدة وكذلك للتعريف بالعرض الترابي لجهة طنجة تطوان الحسيمة وجميع برامج المواكبة والدعم والتحفيزات المقدمة من طرف منظومة الاستثمار للجهة. جهة طنجة تطوان الحسيمة كتعرف نمو اقتصادي سريع وكذلك كتعرف تواجد أكثر من 21 منطقة أنشطة اقتصادية ومنطقة صناعية اللي كتخدم يد عاملة جد مهمة في جميع المجالات كمجال ترحيل الخدمات، مجال لوجستيكي والمجال الصناعي أيضا. هذه الجهة هي منفتحة على جميع المستثمرين من على الصعيد الوطني وكذلك الخارجي، واللي كترحب بجميع المستثمرين إلى بغاو يجيو يستثمروا في جهة طنجة تطوان الحسيمة. La moitié du délai en termes de time to market, c'est aussi une réduction ou un doublement du nombre d'opérations annuelles.